حوله ولا قوة إلا بالله. أبو راتب، يا أبو راتب. إيوة الله يخليك. شفت لي وين حاطة المقص؟ أنا مقص. أنا مقص؟ ليش كم مقص عنا؟ هو مقص واحد ما في غيره. لا والله ما شفته. صح لقيته. ما بتصدق قديش فتر راسي وانا عم دور عليه الصبح. طب لا لا يا ابو راتب، لك ليش هيك عملتي؟ خير شوفي يا ابو راتب. الله يصلحك ويهديكي على العمله. ولك ليش هيك عملتي؟ ليش يا ام راتب؟ لك شوفي رعبتني. ليش تاركي المقص مفتوح؟ وشوفي اذا كان مفتوح من شو خايف؟ ما عندنا اولاد صغار يلعبوا فيه حتى نخاف عليهم. ولك مو عن الاولاد الصغار عم بحكي انا، المقص المفتوح بيأذينا قلنا انا وياكي. يعني معقولة حدا منا يحمل المقص وهو مفتوح؟ لا ويجرح حاله؟ ايه شو شايفنا عميان قلب لهالدرجة؟ ما رح تفهمي علي، ما في خواص. 100 مرة قلت لك انه المقص المفتوح بالبيت بيعمل بغضة، بيعمل مشاكل، بيخلينا نتشنطط. ما كنت تستوعبي؟ عبس بقى سكري اوام سكري. لسه فاتحتي وجلقتي له نيعه على الاخير؟ سكري. ها وهي سكرته. لك بس اللي بدي افهمه، انت منين بتجيب هالحكي؟ هالحكي هاد مو من عندي، وكل اهل اول بيعرفوه. اصلا خالتي سنية الله يرحمها ويبشبش البلاطة اللي تحت راسها، ما طلقت من جوزها الا من ورا هالشغلة. من ورا المقص؟ طبعا لك. وليش يا حزرك؟ لان كانت تترك دائما دائما المقص مفتوح بالبيت على سياره. هيك لحتى اجا يوم كرهها جوزها على غفلة وما عاد طاقها وما عاد يقدر يستطيع يتطلع بخلقتها، وصار الطلع وتمت القطيعة. يا لطيف يا لطيف تلطف فينا. يعني هلأ انا اذا تركت المقص مفتوح ممكن تطلقني؟ اما هاي سمعة معقولة يا ابو راتب تطلقني مشان مقص؟ امنت بالله على هالفهم السقيم اللي عندي. ولك يا جدبة، أنا ما عم بحكي عن المقص من حيث إنه هو مقص، عم أحكي عن تأثير المقص من حيث إنه المقص له أثر. هو الحق بإيدك ما تفهمي، لأنه المسألة معقدة شوي وفيها فلسفة. بس بالرغم من هالشي الله يرضى عليك برضاه ويحن عليك بحنانه، لا بقيتي تتركين مقص مفتوح على الإطلاق مشان ما ينخرب بيتك. ها بينخرب لأنه لا تستسهلي أبدا بالمسائل. انت بتعرفي عمتي فهمية شو عملت؟ الله يرحمها ويرحم امواتنا واموات جميع المسلمين اجمعين. تعيش. بتعرفي شو عملت مع ضرتها ولا ما بتعرفي؟ لا والله ما بعرف شو عملت. هذا يا ستي لما جوزها لعمتي فهمية انضرب على قلبه من غير اليوم وتجوز عليها، اتجوز لك وحدة صبية حلوة صغيرة نغشة خفيفة الدم مجذبة حركة دلوعة وبتجيب. ايه وبعدين؟ جايك بالحكي حاجة وصف بقى. المسكينة عمتي لما سمعت الخبر كانت رح تجن، رح يطق عقلها وبشعت كتير من قهرها فوق مالها بشعة، وبلشت تظهر عليها لاحة الجنان، حجر عينها نقار، الخطوط ناحة تمها كترت، شعرها بلش يخف ويهر، وسوسوا اسنانها وصغروا ادانها وطلعت لها تالوله على راس لسانها. ايه خلصنا بقى ابو راتب، حاجه وصف وبعدين؟ جايكي بالحكي. ولما جارتها هنيه الله يرحمها هي الثانيه ويرحم اموات المسلمين اجمعين وينجيها من عصه القبر، لما اشتلقت على حاله عمتي المزريه شغلت مخها فورا، لانه كانت تحبها كثير لعمتي، ونصحتها تتحشلن مقص مفتوح تحت الفرشه اللي بيناموا عليها. ودحشت له مقص؟ ما كذبت خبر، دحشت 3 مقصات دفعة واحدة، مقص تحت الفرشة اللي بيناموا عليها ومقص تحت المخدة، والثالث دحشته باليوك بين اللحف. وبالفعل خلال شهر زمان جوزها كان مطلق الضرة. بس على حد علمي رجع تجوز مرة ثالثة. صحيح عملها الضربان ورجع تجوز الله يصلحه. ايه ومرته الاخرانية ضلت عايشة معه هيك لحتى ما. ايه وشو يعني؟ شو بدك تستدلي من هالشي؟ يعني ليش ما زبطت نصيحة هنية مع المرة الجديدة؟ ايه شو بيعرفني انا؟ يعني ضروري تزبط كل مرة؟ او بجوز ما كانت موضاية وهي عم تتحشى مقصات، الطهارة مطلوبة لأنه. على كل حال ما علينا، شو بدنا بهالعلكة المسطي هلا؟ لشو كنتي عم تدوري على مقص انتي؟ انكسر ضفري وبدي قصه. اوعك مراتب اوعك، شو هاد؟ شو جنيتي انتي؟ وليش بقى؟
لك شو ليش؟ ما بجوز ابدا ولا بشكل من الاشكال قص الاظافير الا يوم الجمعه. اوعك مراتي بالله يخلي لي اياكي لا تتهوري. بس منيح اللي قلتي لي، لاني بصراحه ما سمعت فتوى لا من شيخ ولا من ميخ بتبيح هالمحظورات ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هلا هيك بدنا نشتغل؟ شبهنا ابو راتي، والله هلكتني. انه ليش كل شغله عندك ما بيجوز وممنوع ما كنت اعرف. قال شو؟ ما بيجوز تقصي اظافيرك بالليل، لا تكبي مي بالبلوعه وهي سخنه، لا تغسلي نهار التنين، لا تنشي الغسيل نهار الثلاثه، اوعك ثم اوعك تمرقي من تحت سلم مسنود على الحيط، لا تفشخي من فوق زلمه نايم، اوعك تتركي المقص مفتوح، لا تفوتي على البيت الا برجلك اليمين ولا تطلعي منه الا برجلك الشمال. ايه شو ها؟ ما تواخذني يعني، مانك حاسس حالك انك تخنت شوي؟ انا تخنت يا امراتي؟ انا؟ هذا جزاتي لاني عم دور على مصلحتك. بس يكون بعلمك انه هالشغلات هي مو من عندي، مالي جايبه من بيت ابي، هالشغلات كلها من عند اهل اول. ولك بزمانها ست عمتي الله يرحمنا ويرحمها وينجينا من غضب انكر ونكير ويرحم اموات المسلمين اجمعين. خي اجاني الفرج، قوم رد على التليفون، قوم حاجتك بربره لك لعيت لي قلبي. لحظه رح ارد على التليفون وارجع كمل لك القصه. لحظه. الو. نعم. اهلا منير، شلونك؟ شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. نعم، شلون؟ ايوه فهمت عليك. ايه والله ضروري يا سيدي، هذا اقل الواجب. شو هالحكي؟ تقلان عليه المرض كتير؟ لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم يعافينا ويعافيه ويشفينا ويشفيه ويعافي ويشفي جميع أمة محمد ويبعدنا عما نخاف ويقربنا مما نشتهي. امين يا ارحم الراحمين. ايه سيدي، مين ومين بده يروح؟ انا وياك وبديع وياسين. ممتاز كتير، ولو اني مو كتير بهضمه لهذا ياسين. لانه مفزلك شوي، بس ماشي الحال سيدي، ماشي الحال، بتحملوا بهالمشوار مشانك. ايه سيدي، شو رأيكم نطلع بسيارتي وبتحطولي انتو البنزينات؟ شلون؟ لا الله يسامحك، هيك رح بزعل منك ها؟ سيارتي عتيقة قال. ايه قسما عظما بتمشي على الطريق مثل الطير الطاير. طبعا لك عن هي السيارات الجديدة اللي مثل علب الكرتون سيارات. وهو كذلك. اتفقنا. وينك؟ امرقوا لعندي بكرة الساعة 10 ومننطلق من هون. ايه من عندي. أهلين منيرو، أهلين حبيبي، أهلا وسهلا ومرحبا، الله معك. شو خير إن شاء الله؟ مديرنا العام أبو معين قال مرضان وساحب سئل كتير وبدنا نروح بكرة نشق عليه بالضيعة. أي شو عليه واجب؟ الله يعينه ويعيننا ويعين المسلمين أجمعين. اللهم مرقنا اليوم ولا تغرقنا بكرة، مرقنا يا ربي مرقنا. تأخروا ما تأخروا. ليكن اجوا، يلا بديع خفوا رجلكم شوي، ليش ماشيين على بيض؟ يلا وصلنا. يلا تفضلوا، بس اوعكم يا شباب ها، اوعكم الله يرضى عليكم، اوعكم حدا يطلع برجل الشمال، كله بيطلع باليمين. فهمني على شو خايف؟ ايش هو طالعين بالكاديلاك نحنا؟ اخي كاديلاك ولا غيره، لا حدا يطلع بشمال منوب، كله يطلع باليمين، يمنوا ولا تشملوا فإن النعم لا تدوم. بحب يجادلني حتى يفسني. بس أبراتي شو هذا اللي معلوهم؟ سلامة عرفكم، هذا حجاب ودنب أرنب بري، هدول ما بقدر اتحرك خطوة واحدة بالسيارة بلاهون. أوف، وليش بقى؟ ليكو التاني على السؤال، يعني ما حلك تعرفه لأبراتي؟ هدول يا جماعة بيحموني من الخطر وبيعموا عني عيون الشرطة. هلا لساتك بتؤمن بهالخزعبلات؟ لا تقول خزعبلات وتهز لي بدني، الله يرضى عليك، بزعل منك ها؟ خلص بديع، اتركه للزلمه، اتركه لعقله. هذا الحكي المزبوط، ما حدا دخلوا فيني منوب، تركوني على عقلي وكل واحد يلتقي بحاله، وبهالصوره منروح احباب ومنرجع اصحاب. تعرف طريق ضيعه الاستاذ عبد المعين؟ ايه طبعا، ولو انا اللي بعرفه.
بس ان شاء الله هالسيارة توصلنا لهنيك ما تنقطع فينا بنص الطريق. ولا يهمك رفيق، طالما ابو راتب معلق تنب ارنب بري راح توصلنا واكيد ما راح تنقطع. بس الارنب بطيء، لو معلق له شي تنب غزال كان اسرع. السيارة فيها مي، ضروري تعبيها مي وتطففها. لك اخي انا هيك طبعي، بحب دلل سيارتي كثير وبخاف عليها من العين، بقى حدا له معي شيء؟ لا والله، ما حدا له عندك شيء يا ابو راتب. مالكن علي يمين يا جماعة تحلفوني، انه خطرة من الخطرات، طلعت بالسيارة ونسيت علق الحجاب، هيك مدري شلون، ركبتني الحيوانة ونسيت عن القصة كلياتها، مع انه بالعادة ما فيني اتحرك من دون حجاب ولا بشكل. ايه، وشو صار معك؟ شو صار معي؟ يا سيدي أول ما لفيت على الأوتستراد واستلمت أوله هجم لك علي كميون قاطرة ومخطورة مثل الأضل مستعجل مثل التور الفلتان ومو شايف حدا قدامه منوب، ما بعرف شو قصته، مدري فلتان فرامو، مدري شوفير نايم، الله أعلم. وأنا لما شفت الكميون متحيوين وهاجم علي هالهجمة الشرسة فورا كسرت عرصيف بمعلمية وطلعت عليه، بس شو قلبي عم يدقك وهنات وهنات من رعبتي، وبهالصورة نفدت بريشي والله سلمني، وإلا كنت رحت مع استحت الكميون أنا وسيارتي وما حدا انطشل لي. يعني هلأ لو كنت حاطت الحجاب بالسيارة وما لك نسيانه بالبيت ما بيمرق الكميون؟ نعم. هلأ أنت ليش بتحب تاخد وتعطي معي كتير؟ يعني كل شغلة بدنا نحكي فيها لازم تطلع لي سنجة عرض وتنطل لي مثل حمصة الكي بديع. إيه خلاص خلاص، طول بالك أبو راتب، الزلمة عم ينزح معك، شو بنا؟ قديش بقي لنا نوصل؟ هو إذا مشينا دغري بقي لنا شغلة 10 دقايق، بس بيني وبينكم أنا ما راح أمشي دغري. إيه ليش بقى؟ بدي حول شوي على ضيعة أم النوايا. إيه وليش بقى؟ شو في بضيعة أم النوايا؟ شو؟ قال شو في؟ لك معقولة أنت ما بتعرف شو في بضيعة أم النوايا؟ شو وين عايش أنت وين؟ والله ما بعرفك غشيم وبغلو لهالدرجة، العمى ما بيعرف الله وين حاطه هذا. نورنا أخي، ما بعرف، نورنا. يا سيدي هنيك في شجرة مباركة اسمها شجرة الأماني. ها وليش مباركة بقى؟ أمنت بالله على الرجل، لك شلون بدنا نفهمه هذا؟ يا بديع، هالشجرة هي مرصودة، فيها سر ما حدا بيعرفه غير الخلاق القدير، والناس عم تسحف لعند هالشجرة من آخر الدنيا من كل فج غميق. وليش لا يسحفوا سحف بقى؟ ها ها، قلت لي ليش وأنا رح جاوبك. يا سيدي الناس بتسحف لعند هالشجرة لأنه إذا الواحد وقف مقابلها وكانت نيته صافية وسريرته ناصعة وعلق عليها شرطوطة صغيرة من أتره وتمنى شي أو طلب شي، دغري بيتحقق، دغري بإذن الله تعالى. يعني المريض بيشفى، البعيد بيقرب، العاقر بتحبل. عم قلك معجزات هالشجرة ما لها مثيل بكل أنحاء الدنيا. لك ألمان، ألمان عم يجوا لعنا من ألمانيا ويترجوها. صيتها وصلان للخافقين يا رجل. أصبح مو مشكلة أبو راتب، خلينا نشوف هالشجرة الخارقة بالمعية. وهو كذلك تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان، سحنة عينك يا وهيبة كيد عيون الزعران، تحت الشجر يا وهيبة يا مكلنا برتقان. Thank you.
يا شجرة الأماني، يا نور عيوني من جوا، أنا قصدتك بشغلي، شغلة حرقت لي قلبي من جوا، وبتمنى أنك ما تخيبيني، لأني والله والله مظلومة، يعني ومالي خطية ومالي عايبة، وقصي كلياتك التالي رح قلك، رح قلك، يعني بيرضيكي، بيرضيكي إنه جوزي يتجوز علي وحدة فصعوني قد بناته، بعد ما فنيت كل عمري وشبابي بخدمته؟ لك قسما بالله، قسما بالله ما قصرت معه بشي بحياتي، ويا من تراني بهالبيت قاعدة وعم بركض وافعي واشتغل مثل قردة وراكدة ورا ولادي مثل الزنبرك، لك ومن تم ساكت لا بحكي ولا بشكي ولا بنق ولا برفع صوتي بوشه ولا بسأله وين رحت ولا اجيت، ما بسأل شي بالمرة، بفوت على البيت امير بقول له اهلا بهالطلة اهلا، وبيطلع منه وزير بقول له الله يصونك الله معاك قلبي معاك بالي، وفوق هالشي طلبات واوامر وكل شي بقول له حاضر، ومع هالشي بيتركني مثل الكلبة الجربانة، وبيتجوز علي وحدة فصعوني رفيقة بنته، رفيقة بنته، بيهون عليك هذا الشي؟ لا، ومشان يحرق لي قلبي بالزايد راح اشترى له بيت جديد بدمر بالجزيرة الخامسة، سكنها بالجزيرة الخامسة ولحشني بالزاهرة، بالزاهرة بالبيت القديم أنا والولاد، بقى مشان الله الله يخليك يا شجرتي، لا تتركيني، لا تتخلي عني وتتركيني، بدي اياك تدبريني وتخلصيني من بلوتي، الله يوفقك، لا إلي حل يرضيني، لا تنسيني، الله يخليكي ما تنسيني. يلا بخاطرك. يا شجرة الأماني اسمعيني من شان الله وفهميني، أنا بحبك كتير والله بحبك، ولو ما بحبك ما كنت قصدتك، أنا جاية من صافيتا وطارقة مشوار من هنيك من دون علم أهلي، ولحتى ما طول عليكي بالكلام أنا صار عمري 28 سنة ولسه لهلأ ما تجوزت، يعني لأمتى بقى؟ هيك الرفقات تجوزوا وحدة ورا التانية وفتحوا بيوت وصار عندهم عر أولاد إلا أنا، شبني يعني بشعة؟ إلا والله مالي بشعة، بعدين كل رفقاتي اللي تجوزوا قبلي مو أحلم مني، بالعكس في منهم بشعين ومفتح نصيبهم، بقى شو بدي ساوي بالنصيب يلي ما كان يدق بابي؟ خلي لي ياك يا شجرتي مشان الله صارحيني، ليكون فيني شي عيب وأنا مالي حاسة، قليلي لك شبني حتى زمن لحشني ورا ظهره، إذا بالطول طويلة وبالنحف نحيفة وبالفهم فهيمة وبالطبخ بطبخ أحسن من الشيخ لطفي، هذا من جهة، ومن جهة التعليم متعلمة أخذ كفاءة، يعني صحيح أنا نجحت فيها شحط بس المهم نجحت، وبعرف أقرأ أكتب منيح، وبفهم كمان بالخياطة والتطريز ومساواة الشعر وضرب الإبر، ومن ناحية تانية أنا بيتوتية كتير، يعني ما بحب الفوتات والطلعات والجيات والشنططة، وبزمناتي كنت حط شروط وأشرط وأتشرط على العريس اللي بدي إياه، وشو أقول لحالي بدي إياه حلو ومتعلم وزنجيل وابن عيلة، بس هلا والله مو مشكلة، لك مو مشكلة بنوب، يعني إذا أجاني واحد مو متعلم مو مشكلة بقبل فيه، والله بقبل فيه، لك يضرب العلم وساعته شو أجاني منه، وإذا أجاني واحد مو زنجيل كمان مو مشكلة، لك والله إذا على الحصيرة بتجوزه مو مشكلة، شوي شوي ومعه ومعه بصير وبتصور، ومن ناحية الحلاوة أنا هذا الشي مو حاططه بحسابي بنوم، يعني أنا بقرف وبكش بدني من الشاب الحلو والمسمسم، وبحب الشاب الخشن، وإذا كان له كرش وشوارب كمان مو مشكلة، لك بتجوزه والله بتجوزه، المهم عريس، عريس نام على إيده مرتاحة وأعمله مخدة وطراحة، بقى رقفي بحالتي يا شجرتي ولا تزبليني حتى ما موت بحصرتي. طيب حبيبتي أنا رايحة على صافي، تبدك شي؟ من شان الله ما تنسيني وحسب حسابي يجيني عريس بهالكم يوم، ماشي باي حبيبتي. السلام عليكم حبيبة قلبي، شلونك يا شجرة الأمان؟ شلون صحتك يا ستي؟ الله يحميك ويحرسك. المهم أنا ما رح طول عليك الحديث، بعرف إنه مواعيدك كتيرة وما عندك وقت،
بس يلي حابة اقلك يا ان كنت مرصودة اعملي جهدك تفكيني، وان كنت محسودة خلي حبيبي يراضيني. والله انا بنت حبابة وطيوبة وقلبي من الله وبحب الخير لكل الناس، وعيلتي الوحيدة اني صريحة وواضحة واللي بقلبي على راس لساني. بقى ليش هيك عم يصير معي ما بعرف. حكايتي حكاية غريبة يا شجرة الأمان. أنا حبيت شاب اسمه رامي، هو حبني كتير. كنت شوف الدنيا بعيونه، كان يشوف الجنة بعيوني. كنت أحكي لرنا رفيقتي كل شي. رنا أقدم مني بالعمر، نحن رفقات بالمدرسة وجيران حارة، ولها السبب كنت أحكي لها كل شي. كنت أحكي لها عن شخصيته، عن أسرارنا، عن التفاصيل الصغيرة الحلوة اللي بيناتنا. شو عمل معي، شو عملت معه، كيف كنا بالغابة نتمشى على شط البحر نتعشى. ورنا كانت تنبسط كتير، أو على الأقل هيك كانت تظهر لي. وبيوم من الأيام قالت لي عرفيني عليه. امت رحت أنا من طيبة قلبي دغري عرفت عليه. قال شو؟ مشان افتخر فيه قدامه. لكن يلي صار إنه بمجرد ما شافته تشطت ريالتها وحطت عينها عليه ولطشته مني بليلة ما فيها ضو قمر، وتركتني لحالي محتارة مقهورة مزلولة لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. وركبني الهم والغم والقلق والأرق، تعقدت نفسيتي، صرت أكره الضحك، صرت غار من كل بنت فرحانة. مالك بالطويل، صرت افتح له تليفونات لرامي يتناشف بوشي، وبعد مرتين ثلاثة صار يطبق السماعة بخلقتي. والمضروبة رنا ما عادت اتصلت فيني بنوم، نسيتني تماما. لا وفوق كل هالشي صارت تحكي عني شي كان وشي ما كان، واذا شافتني بالطريق تدير وشها عني. بقى هيك جزات المعروف يا شجرتي، هيك جزات القلب الطيب. ليش هيك صار الناس؟ وين الأخلاق؟ وين الإخلاص؟ وين الوفاء والتفاني؟ ليش هالمعاني ما عاد إلا قيمة عنا؟ ليش؟ ليش الناس ما عم تطيق تشوف بعضها مبسوطة؟ آخ يا شجرتي، بصراحة أنا رح أجن، وخايفة إني ما عود أقدر أتكيف ولا أنسجم مع هالمجتمع التعبان، وقوم أعمل بحالي شي شغلة لا بترضي ربنا ولا بترضي الناس. ومنشان ما طول عليك الحديث يا شجرتي، إذا كان بيطلع بإيدك تخلصيني من هالوردة، خلصيني ببوس شروشك، رجعي لي حبيبي المخطوف دخيل ورائك وفروعك. إلهي يجعلك وسيلة خير وتضلي على طول خضرة ومزهزة، وتضل هالشرايط الحلوة مبحوطة فوق منك. إلهي لا يبس لك غصن ويحميكي من البرد والريح والمطر والصواعق. خاطرك حبيبتي لا تنسي تحني علي إذا ما بصير سئلة، لأني والله بستاهل. صحيح أنا نسيت قلك اسمي، اسمي فرح الحماصيني غرب المالكي طابق أول فني بيت اللواء غسان. لا تنسي عنواننا ما بيضيع حدا. خاطرك. يلا يا شباب وصلنا، تفضلوا. زي البديل مالي نازل، انا تعبان خليني قاعد هون. إيه ماشي الحال، الله يعافيك ويشفيك. تفضلوا تفضلوا تعالوا.
يسعد أوقاتك يا شجرة الأمانة. عفوا أنا ما عندي وقت كافي لأنه عندي اجتماع بالقيادة، وله السبب رح حطك بالصورة وأنت حكمي بنفسك. عم بسمع أنه في تغييرات إدارية شاملة، وفي إشاعات بتقول في تشكيل مدراء عامين جدد، وفي إشاعات تانية عم بتقول كمان أنه في تحقيق مع موظفين كبار. ومن هالحكي هذا وأنا صار لي على هالكرسي تبعي 23 سنة، ومحلوي بعد هالعمر هذا أطلع من الوظيفة وانحال على البيت، يعني بهدلي هاي بهدلي. وأنا يا شجرتي المباركة مالي أي طمع باستلام أي منصب أعلى من منصبي، لأنه أنا بالنهاية إنسان قنوع ورضيان بنصيبي. وكل اللي بدي إياه منك أني أثبت بمحلي هالخمس سنين اللي بقيانين من خدمتي. وما بخفيكي ها أنه الوضع صاير صعب كتير، وكتراني حوالي النميمة وطق البراغي وسلخ التقارير، يعني في ناس كتير حاطين عين على الكرسي تبعي ومو مصدقين إطلاقا أيمتى يزيحوني عنه. وأنا بالجكارة فيه بدي ضل ملزق على هالكرسي لحتى تنتهي مدة خدمتي. بقى يا شجرتي المباركة شوفي لي صرفي مع هالناس اللي عم بتشوش علي، وأنا المشوار الجاي رح أكتب لك تقرير كامل. عفوا يعني قصدي رح أكتب لك أسماء على ورقة واحد واحد، وجنب كل اسم لمحة عن حياته وعن الفضايح يلي عاملينها. وانت يا حبيبتي احكمي بنفسك، انت فهماني وشاطر. يلا باي يا حبيبتي باي. ليك يقولك شجرة الأمانة لا تخلي مشواري يجي على الفاضي ها. ايه قسما بالله اذا بيكون مشواري على الفاضي لشيلك من شروشك واحرقك حرق واقطع نفسك. فهمتي ولا ما فهمتي؟ هلا هي هي شجرة الأمانة؟ يا سيدي هي هي. بعدين وينها تعمل جهدك توطي صوتك قدامها واحكي باحترامها؟ اوعك تخبص منروح فيها بعدين. لا تقول ابو راتب ما نبهني. بس شو هالزحمة هي؟ يعني انا بصراحة ما توقعت لاقي كل هالامام. لسه ما شفت شيء. بايام العطل بتنعشق اكثر من هيك بكتير. لا ومو بس هيك، في مكاتب سياحية عم تنظم رحلات وعم تجيب جروبات كاملة لهوني كمان. إيه لك فعلا شغلة خيلي. طيب مو لازم نقرب حتى نتفرج؟ اه؟ طبعا بدنا نقرب، بس مو مشان نتفرج. شو نتفرج؟ الشجرة مو فرجة، منقرب مشان نتبارك. اه؟ بدك تتبارك انت؟ ايه انت بدك تتبارك؟ ايه انا بدي اتبارك. الحقوني لك. يلا تعال. يلا بترجاك يا شجرة الأمانة تساعديني. الله يخليكي، ما بعرف شو بدي اشتغل. صحيح انا مثل ما بتعرفي عز ومال وجاه، بس يا حسرة ما في ولد. كل ما بشوف واحد حواليه اولاده تشعل بقلبي النار. دخيلك ساعديني قويني شوي، ولد واحد بس. واذا بتقدري توم، الله يخليكي يا شجرة الأمانة ساعديني. معكم شي من قطر حدا؟ لا لا ما ما اجب بالنا. مو مشكلة، تعا يا ولد تعا. انا لا بدي الحمراء، انا البيضاء. ماشي الحال، خود مسيك. الله يرضى عليك، روح هلا من وشنا. الرحمن الرحيم.
الإلهي لبسك توب العافية ويمن عليك بالشفاء العاجل ويبريك ويبري كافة المسلمين أجمعين. قولوا معي آمين يا شباب. آمين 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 يا سيدي. شكرا يا أبو راتب، شكرا لكم كلكم. صدقوني أنا كتير مبسوط بزيارتكم. لا شكر على واجب أستاذ عبد المعين. يا سيدي إن شاء الله هيك الله بيشفيك قريبا وبترجع لنا على هالشغل عالدوام، يعني بتراقبنا مثل الحصان كل يوم وبترجع تعيط علينا كل ما تأخرنا عن الدوام. والله مو باين يا جماعة، أنا حاسس أحوالي كل مالها لورا. لا يا أستاذ عبد المعين لا تقولها، الله يشفيك ويعافيك يا رب. على كل حال أنت دواك عندي، وبإذن الله متى ما استعملت هالدواء رح تطيب وتتحسن وترفس المرض رفس. وشو هالدواء بقى يا أبو راتب؟ بصراحة أستاذنا الكريم ونحن جايين لعندك مرقنا على شجرة الأماني وجبت لك من هنيك كمرقة يابسة من هالشجرة المباركة. اتفضل يا سيدي هاي الورقات ومعلومك، ما حدا استعمل هالدواء إلا واستفاد، وهالورقات هدول بإذن واحد أحد رح يشفوك من كل الأمراض. شرفوا سيدي. وشو بدي أعمل فيهم هدول؟ ها ها هدول يا سيدي الكريم بتغليهم بالمي وبتخلطهم مع شوية زهورات وبتشربهم، ولا تنسى تحط مع زهورات شبشيل درا شوية. هاي من ناحية. من ناحية تانية فيك تدق الورق وتعجنه بزيت الخروع، فيك مع شوية حبة البركة وجوزة الطيب وتدهن فيهم مع المعمي جعك. وإذا بدك فيك تحرق الورقات على الفحم مع شوية بخور ممكن وتتنشأ الريحة، ما في مانع. ومثل ما قلت لك بإذن واحد أحد الفرد الصماد رح تنط من الفرشة يا أستاذنا الكريم مثل الحصان ورح ترجع ما فيك البلاء. على كل حال أنت جرب أستاذنا الكريم ما في خسارة، وبكرة بتقول أبو راتب حكى. ماشي الحال منجرب. قلتك ماني خسران شي. لازم نمشي يا جماعة، خلوه يرتاح. يلا فتناك بعافية. إيه والله تحياتي أستاذ الكريم. الله معكم. سلام عليكم. مع السلامة. قولي انت يا ابو راتب حاله الاستاذ عبد المعين شبه ميؤوس منها، والطب واقف عاجز قدامها، وحضرتك عم تعطيه كم ورقه يابسه مشان يتعالج فيهم. لمعلوماتك هالكم ورقه اليابسه اللي مو عاجبينك مقطوفين من شجره ام الاماني، يعني مو من الطريق مو من المزبله. فهمت بديع ولا ما فهمت؟ وبكره بتشوف شلون رح يستفيد عليهم ويتحسن. ايه علينا، تركونا من ام الاماني وفكرونا بالغداء، والله جعت كتير. ايه والله يا جماعة انا عصافير بطني بلشت تزقزق من الجوع. خس الجوع، هون على طريقنا في محل فراريج مرتب، بقى شو رأيكم نوقف فيه ونتغدى؟ هذا اسرع واحسن حل، يلا توكل على الله. شيء بقى كن بديع، شو صار لك مثل اولاد صغار؟ ليش عم تلوح من الغصون؟ شو يعني تضايقت؟ هيك كبينا بلا. بس فهمني ليش ناتع هالغصن وراكيد؟ هذا الغصن ملخته من شجرة الأماني لما كنتوا هنيك. شلون؟ شو ها؟ ملخته من الشجرة؟ ولك يملخ رقبتك إلهي يا حا، بدها تنملخ رقبتك لسه أنت. ده يا أبو راتي ليش عم تحكي معي؟ دستور من خاطرك قال ليشك عم تحكي معي؟ قال ولك بتعرف انه بعملتك الطيشة هاي خربت لنا بيتنا. اهدى شوي ابو راتب شباك. الله يستر يا رب، الله يتلطف ويستر، الله يجيرنا شو بده يصير فينا. اللهم لا اسألك رد القضاء ولكنني اسألك اللطف فيه. اللهم لا تعاملنا بما فعله السفهاء منا يا رب. اكيد روح الشجرة رح تنتقم منا، ما في مجال. وحتما
حتما اليوم ما رح نوصل على بيوتنا منوب. يعني يا اما السياره رح تقلب فينا بشي وادي، يا اما بدنا نروح مع استحت شي كاميون. هذا طبعا اذا ما انفجر الموتور واحترقت فينا السياره وصرنا في حبه سودا بقلبها. روح الشجره يا جماعه رح تنتقم منا، ما رح تسكت. شو الحكي اما بتسكت منوب؟ خلصنا ابو راتب، اهدى شوي وكلك لقمه وروقنا. وانت الثاني ضروري تملخ عرق من الشجره وتزله بدنه. الله يكبر عقلك يا ياسين. كلوا هلا كلوا وبعدين بنحكي. شو صار يعني انقطعت السيارة؟ هذا الحساب اللي كنت حاسبه، بلشت الشجرة تنتقم منا يا جماعة، وهذا أول إنذار. لسه ما شفتوا شيء أنتوا. الله يجيرنا من الأعظم. إلهي لطفك، اللهم لطفك يا خفي الألطاف، نجينا مما نخاف. هلأ بدال ما تحكي هالحكي لا إلا شي طريقة نصلح فيها السيارة. أنت بالذات لا تحكي شي ولا تفتح تمك منوب، لا تقترح أي اقتراح، فهمان؟ كنت ناقصني والله حتى تكمل معي. طيب ليش ما نطفش السيارة لعند الكازية؟ الكازية قريبة كتير، وهنيك إلا ما نلاقي حدا يعرف يصلحها. هذا أحسن حل، خلينا نطفش شباب. يلا يلا شباب، هاتي دخل عليك، تعال شوف، هاتي دخل. يلا طلع 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 براتك، طلع يلا يلا، لا ترخي بدال. يلا يلا لف حرف رام الإيد. يلا 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 تعرفوا حظنا قوي كتير انه لقينا مكنسيان بالكازية، وإلا كنا ضلينا مقطوعين لحد هلا. خير ابو راتب، ليش وقفت؟ شو صار معه؟ ما بعرف، يمكن بنشر الدولاب. هذا تاني انذار من الشجرة، قلت لكم ما رح نوصل اليوم لبيوتنا، ما صدقتوني، صرتوا تتمسخروا. ماشي الحال. اخ اي اخ. خير خير، شو بك ابو راتب؟ ما بعرف. خير ان شاء الله. معدي عم تمغصني كتير كتير. اوه وانا كمان يا جماعة. معدي عم يشوش علي وراسي عم يفتر. اه بكون شو صاركن انتو؟ اي 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 لك قلت لكم هي ام الاماني، ما معها لعبة، ما كنتوا تصدقوني. اي 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 اخ اخ. كله من الشجرة يا جماعة، أقسم بالله العظيم كله من الشجرة. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. طمنوني، كيف صرتوا؟ أحسن، ماشي الحال. فهموني هلا، شو هالقصة اللي صارت معكم؟ مبينة القصة دكتور، الشغلة كلها من الشجرة. هالمنظومة اللي متلقح على هداك التخت ملخ عرق من شجرة أم الأماني، ومن وقت ما ملخه والشجرة مبلشة شغل فينا. عفواً، عن أي شجرة عم تحكي؟ عن شجرة أم الأماني. ولك حبيبي أنتم مصابين بحالة تسمم من وجبة الفراريج اللي أكلتوها على الطريق. يعني أم الأماني ما لها علاقة؟ أبو راتب لك على سر. شو هو؟ عن الشجرة اللي كان بإيدي وكنت عم بلعب فيه وانت نهز بدنك مشانه وانا كبيته. اي هذا ما ملخته انا من ام الاماني، لا ملخته من شجرة تانية. شو هالحكي؟ لكن ليش صار معنا كل هالشي على الطريق؟ نصيبنا مو اكتر.
بقى كبر لي عقلك وانسالي ام الاماني. يعني هلا بعمرك شفت شجره بتنتقم من بني ادم؟ إيه وين صارت هي يا ابو راتب؟ هو بجوز هي معك حق فيها، لانه ام الاماني ما بتنتقم من البني ادم، هي اكبر من هيك بكتير. ام الاماني بتشفي البني ادم، يعني بتسعى للخير مو للشر. ليش فكركم الطبيب اللي خلانا ننفذ من التسمم فشل؟ هذا شغل ام الاماني حبيبه قلبي، لانه الله يباركها ما حبت تضوع لنا زيارتنا بوش. على كل حال بكره بتشوفوا الاستاذ عبد المعين شلون راح يطيب ويتحسن، وراح تتذكروا شجره ام الاماني بالخير. خير دكتور، في شيء؟ هلا اجاكم تليفون بخصوص الاستاذ عبد المعين. شو؟ اعطاكم عمره. شو هالحكي؟ وشجره ام الاماني؟